السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من توتوريال إنشاء سلاح في البلندر والسبستانس بيندر. طبعا انتهينا من البلندر الموديلينج في البلندر، وهلأ بدنا نشتغل في برنامج السبستانس بيندر مشان التكستشرينج. طبعا كيف تتحكم بالشاشة في السبستانس بيندر؟ طبعا بمجرد الضغط على الفارة ما راح يصير أي شيء. هون بهالبرنامج تضغط على Alt على سبيل المثال، بعدين إذا ضغطت على الفارة الزر الأيسر وحركت الماوس بتلاقي أنه فيك تحرك الشاشة أول شيء. وبالنسبة للدولاب طبعا عادي بيساوي زوم. طبعا إذا ضغطت على Alt وبعدين ضغطت على الدولاب وليس تحريك، بتلاحظ انه بتساوي بان، يعني تغيير موقع الفيديو. زر اليسار بيدور الفيديو، بينما الدولاب تغيير موقع الكاميرا. تمام، وهالشي حاليا بيلزمنا. الشغلات التانية فينا نحكي أثناء التكستشر تبع السلاح. طبعا بمجرد ما تدخل أو تساوي import لأي ميش في برنامج Substance Painter، لازم تروح على هالخيار Texture Set Settings، بتلاقي هون في الأسفل موجود Back Mesh Maps. طبعا فيك تساوي import لصور انت سويتهم للنورمال ماب او الامبيانت اكلوجن على سبيل المثال، او اي ماب تاني، بس بهالبرنامج فيك تساوي بيك مش مابس، يعني بدل ما تساوي جلب الصور لهالبرنامج تروح على بيك مش ماب. هون تختار هون قديش ما زدت الاوتبوت سايز، يعني بيصير النوعية أفضل. مثلا عندك هون 2K، هون 4K، هون 1K. حاليا نختار ال 2K على سبيل المثال، وبما أنه ما في هاي بولي، هون عم بيطلب منك إذا في هاي بولي فيرجن من المش تبعك، فأنا حاليا ما عندي هاي بولي، فبتجنب هالخيار وأروح دغري لبيك سيلكتد تكستشرز. وبمجرد الضغط على Pick Selected Textures بتلاقي انه بدك تستنى شوي لبين ما يخلص ال Baking Textures في البرنامج. طبعا كما تلاحظ انه عملية البيكينج عم بيصير حسب الماتيريالز اللي ساويناه. اذا تتذكر هدول القطع مثلا سويناهن ماتيريال واحد، بينما القطعة الثانية ماتيريال واحد، وهكذا. فالبيكينج بيختار الماتيريال وبيساوي حسب الماتيريال. هلأ بمجرد ما خلص تضغط على اوكي، وبتلاحظ انه صار في فرق كبير بين اول ما احضرت المش لهالبرنامج وبعد ما سويت عملية البيكينج. والسبب اذا تروح لهون تحت البيك مش بتلاقي كل المابس موجودين، لانه نحن ضغطنا على البيك مش مابس. نورمال ماب تلاقي موجود الامبيانت اكلوجن، تلاقي موجود الكارفيتشر، بيلعب دور كبير في الشادوز وهيك شغلات، ambient occlusion نفس الشي. فهل عملية تلزمنا اول ما تفتح البرنامج. هلا بعد ما خلصت البيك مش فيك تكمل المشوار تبعك. وطبعا اذا جيت لهون بتلاحظ انه موجود عندك الشيلف والسمارت ماتيريال، هذا الماتيريالز، هذول الماتيريالز
في عندك قوائم كتيرة، على سبيل المثال ألفاز تلزمك في عمليات النورمال وهيك شغلات، بروسيجوالز تكستشرز، في عندك البارتيكلز على سبيل المثال، الماتيريالز هدول هني السمارت ماتيريالز، سمارت ماتيريالز نفس هدول بس متقدم شوي. إذا ضغطت على سمارت ماتيريالز بتلاقي كل القوائم موجودة. طبعا مثل ما قلت احتمال شكل البرنامج مو هيك عندك، فإذا سكرت هدول على سبيل المثال وبتلاحظ بعد ما تسكر انه كل شي بيطلع هون، ف layers بمجرد ما تضغط على layers فيك تضغط على undock هالزر الموجود هون، بتلاحظ انه تلقائيا القائمة بتروح لهون لأسفل. وبالنسبة للشيلف كمان إذا ضغطت هون بتلاحظ إنه كمان البرنامج تلقائيا بياخد هاي القائمة وبيحطها في الأسفل. طبعا فيك تحرك القائمة وتحطها هون على سبيل المثال، بس أنا بدي هيك يكون. فهالقائمة الموجودة هون هي على الأغلب اللي راح نشتغل فيها. أهم شيء إنه ما تنسى أول ما تجيب الميش تبعك تساوي بيك للميش تبعك. وبتلاحظ هون المين شيدر، الشيدر الماتيريالز اللي سويناهم في البلندر هدول كلهم هني، بتلاحظ في الميليتري، الميتال، البينت، تكست، كل الشيدر اللي سويناهم موجودين هون في هالقائمة. على سبيل المثال اذا رحت على التكست ورحت على الماتيريالز بتلاقي هون تلقائيا موجود layer في كل shader. فيك تروح على التكست وتساوي حذف لهال layer الموجود هون. طبعا عملية طريقة الشغل في Substance Painter بيشبه إلى حد كبير الفوتوشوب، يعني بيشتغل كمان باللايرز، يعني تحط layer فوق layer كم كيف تشتغل بالفوتوشوب هو نفس الشيء، بس هون بيتعامل مع ال 3D بينما الفوتوشوب بيتعامل مع ال 2D. تمام، هلا نحن بالتكست على سبيل المثال فيك تضغط هون تخفي كل شيء ما عدا التكست اللي انت محدده، فيك تضغط هون تساوي show all او hide all حسب ما بدك انت. اذا ضغطت هون مرة تانية بيطلع كل شيء. ما تنسى الالت والضغط على الدولاب بتحرك موقع الكاميرا، الالت وتضغط على زر اليمين الايسر تغيير الكاميرا، مو تغيير الكاميرا يعني تتحكم بالكاميرا، وجهة الكاميرا. تمام، وهلأ بمجرد مثلا انت بالماتيريالز إذا جبت الجولد على سبيل المثال وحطيته هون بتلاحظ تلقائيا أنه السنايبر صار جولد. هلا إذا سويت طلعت كل شيء، سويت إظهار لكل شيء بتلاحظ أنه حاليا شكل صار هيك ممتاز، هالشي بدنا إياه. فعملية التكستشر أنا بنصحكم فيها كتير في السبستانس بينتر، لانه بالبلندر بدك وقت كتير لا تشتغل بالتكستشر. وطبعا انا ما بدي اختار الماتيريال، انا بس عم بقلكم الطريقة انه كيف تختاروا الماتيريالز وتحطوا هون على سبيل المثال. فيك تساوي بشكل تلقائي تحط layers بنفسك وتتحكم بالالوان وبالرافنس وبالنورمالز وكل شيء. مثلا لما تجيب الماتيريال من هون لهون بتلاحظ الخصائص تبعهم موجودين هون، الرفنس والميتال والكلر. فيك تختار على سبيل المثال الهاينس، تغير الهاينس على كيفك. طبعا هون ما راح يطلع شيء لانه ما في تأثيرات خارجية، ما بدي الهايت هون على سبيل المثال. اذا ترفع الرفنس بتلاحظ انه الرفنس كمان عم بتغير، تغير الميتال، الميتاليك كمان نفس الشيء هون. فانت فيك تتحكم هون بالرفنس والنورمالز وكل شيء.
إذا ما بدك الماتيريال تجي تضغط على هالسلة وتحذف الماتيريال اللي ما بدك إياه. على سبيل المثال هلا إذا ضغطنا على البينت اللون الأساسي تبع السلاح، فهلا رح نبلش. هلا خلينا نتعلم بشكل تلقائي كيف نساوي بعد، مشان إذا جيت على السمارت ماتيريالز تفهم كيف يشتغل السمارت ماتيريالز. لأنه إذا جبت السمارت ماتيريال على سبيل المثال فيك تكتب هون ستيل على سبيل المثال فولاز، هون رويند ستيل رويند، بتلاحظ انه الشكل صار هيك. طبعا فيك على سبيل المثال اذا ما بدك تعب حالك تروح على تكست ستيل بينت، جيب هاي لهون تلاحظ انه الشكل صار هيك، وبعدين الميتاليك او الاميشن هذا على ما اعتقد، اذا جبت هالماتيريال لهون بتلاحظ انه الشكل صار هيك. كمان الميتال اذا جيت وجبت هال سمارت ماتيريال لهون بتلاحظ انه الشكل صار هيك. ففيك تلعب بهالاعدادات، اذا ما بدك تعب حالك بتجيب سمارت ماتيريالز لهون وبتكون خالص، وبتاخد السلاح تبعك وفيك تشتغل بالسلاح تبعك. فانا ما بدي حاليا السمارت ماتيريالز، انا بدي اعلمكم، انا بدي احكي عن الطريقة اللي بشتغل فيها في السبستانس بينتر. هلا بنحذف كل السمارت ماتيريال اللي حطيناه هون، هذا اعتقد كان ميتاليك لا ميتال بينت، هاي كانت ايميشن تمام، نحذف هاي كمان. فنجي نضغط على بينت على سبيل المثال. طبعا انا بنفسي يعني بدي اشتغل بالسمارت ماتيريالز بس هلا حاليا، بس بدي احكي عن الطريقة التقليدية او الطريقة اليدوية. فتجي هون تضغط على add a fill layer، add a fill layer طبعا نحن بالبينت، فيك تختار الماتيريال اللي بدك اياه. على سبيل المثال اذا غيرت اللون، انا بحب اللون الازرق على سبيل المثال، بتلاقي الشكل صار هيك حاليا. طبعا هون الميتاليك بدك الميتال لانه عندك سلاح، الرفنس بدنا هيك تقريبا، الهايت حاليا ما راح يتأثر لانه ما في تأثيرات خارجية، بعدين تعرفوا شو معنات التأثيرات الخارجية. نورمال كمان حاليا طبعا ما اعرف على شو ضغطت، كنترول زد. لما نشتغل بالالفا بتعرفوا كيف نشتغل بالهايت وبالنورمال. فتجي حاليا على سبيل المثال بدك تضيف لون تاني وبدك تسوي مزج بيناتهم مشان تحصل على شيء احسن. فتجي هون تساوي add new layer على سبيل المثال، تجي لهال layer، تجي لهاللون، تضغط على Ctrl C مشان تنسخ، بعدين تجي على layer الثاني هون Ctrl V مشان تنسخ تلصق نفس اللون. على سبيل المثال طبعا هاد من وين جاي ما اعرف، تمام نجي هون. هلا حاليا بدي اساوي هاد قريب هاللون تقريبا نفس اللون، بس بدي اساوي لون كاشف ولون غامق على سبيل المثال. هلا مشان اساوي مزج بين هاللونين اجي لهاللون على سبيل المثال بزر الماوس الايمن اضغط على add black mask، بتلاحظ انه اللون الحالي اختفى. اذا ضغطت على shift مشان تخفي الماسك
لاحظ انه اللون، طبعا نحن بدنا الماسك ما بدنا نخفيه. فاذا جيت للبلاك ماسك وضغطت كمان على الماوس بالزر الايمن وليس الايسر، نضغط على Add Generator، وبمجرد تضغط على Add Generator بيطلع لك Generator هون. تضغط على Generator، مثلا بدك Dirt على سبيل المثال، بدك Curvature مشان بس الحواف، مثلا بدي Curvature، وبتلاقي السلاح تبعك صار بهالشكل. فتجي هون على Curvature Global Balance، فيك تتحكم بالجلوبال بالانس على سبيل المثال، مشان إذا بدك الحواف يعني بيكون تأثير أحلى. جلوبال كونتراست على سبيل المثال بيساوي كونتراست قوي. جلوبال بالانس بدك هيك على سبيل المثال. جلوبال بلور فيك تلعب فيه كمان مشان تشوف شو عم بصير. بالمناسبة بالضغط على Shift والزر اليمين الأيمن فيك تعدل على الإضاءة، والإضاءة من وين جاي. إذا رحت ضغطت على هذا الأيقون أو هاد على ما أعتقد، تمام، هاد بتلاقي هون موجود الـ Environment Settings. طبعا الـ Environment Blur فيك تتحكم فيه. الـ Opacity إذا غيرت الـ Opacity بتلاقي الخلفية بيطلع لك. الـ Blur إذا حطيته على الصفر بتلاقي الخلفية بيطلع لك كمان. ففيك هون على سبيل المثال تغير البانوراما. أنا بشتغل بالعادة بالستوديو هاد اللي تحت، لأنه بيكون أبيض وأسود فيعطي ألوان معقولة. هلأ بس تغير، فيك مثلا تجي هون على الأوباسيتي كمان بتحط هيك شيفت وتضغط على زر الماوس الأيمن كمان مشان تغير الإضاءة. فأنت فيك تغير الانفايرونمنت حسب ما بدك أنت. فيك تختار هون على سبيل المثال بالضغط على زر الماوس الأيمن تحرك الإضاءة، تجي هون مثلا تختار هاد، لا هاد على سبيل المثال بدك تشتغل بهاد، تمام هيك. طبعا فيك تساوي شغلة تانية، مثلا تجي لهون بالضغط على زر الماوس الأيمن بتلاقي فيك تساوي إضافة جنريتور ثاني، يعني فيك تقريبا مثل فوتوشوب، يعني نفس الشيء. فيك تساوي layers على كيفك. فيك بدل ما تضغط على generator مثلا تمسح الجنريتور وتختار add paint. هاد مثلا تلقائيا يدويا انت بدك تحط مشان تغير اعدادات ال paint. فيك تجي هون على سبيل المثال السايز بتلاقي هون موجود، او بالضغط على زر الماوس الايمن بتلاقي السايز كمان موجود. تمام، في عندك الفلو، في عندك ستروك اوباسيتي. ستروك اوباسيتي طبعا هو قوة الضغط على الماوس، يعني فيك تساوي بليند بين قسمين بالتحكم بالستروك اوباسيتي. فنحن هلا اخترنا البينت، بتلاحظ انه ما صار شيء مثل الكارفيتشر او الجنريتور. فتجي لهون بتلاقي فيك تساوي رسم على كيفك، مثلا فيك هون تجي تلقائيا طبعا تصغر البينت شوي، فتحط هون تلقائي يدويا الحافة او اي شغلة تانية بدك على سبيل المثال. فهي طريقة عمل البينت. هلأ ما بدي البينت انا، فاضغط بزر الماوس
الأيمن وأضغط. تلاحظ هون كمان فيك تحط layer لون ثاني، يعني مو ضروري انه تحط اللون هون، فيك تحط اللون بالماسك. فينا نضيف كمان generator وبتختار ال dirt. بتلاحظ انه السلاح صار هيك حاليا. طبعا هالشي رائع، بس تتعلم هاي الشغلات فيك تتحكم بنظام الألوان في الـ Substance Painter بكل سهولة. طبعا بهالفيديو أنا بدي أشتغل بشكل سريع لأنه باليوتيوب القناة تبعي حابب أغير صورة الفيديوهات الموجودة في التوتوريال. فإذا أجيت طبعا بدي أشتغل بشكل سريع بالسمارت ماتيريالز، وبالفيديوهات القادمة بحكي بشكل مفصل بإذن الله. فأجي أختار هون على سبيل المثال جولد دامج، فيك تجي هون وتبحث عن ستيل، تلاقي هون ستيل رويند موجود. بدي الستيل رويند بس بالحواف على سبيل المثال، اجي لهون و add black mask، بعدين add generator. الجنريتور بدي فيك تختار الماسك اديتور او curvature، فاختار الماسك اديتور. تلاقي بيطلع لك هالشكل تقريبا. فهلأ طيب نختار الجنريتور، بختار على سبيل المثال الكارفيتشر. بتلاحظ انه بيطلع لك حاليا هيك، وهالشي حلو طبعا. اذا ما عجبك الجولد على سبيل المثال، بتروح على الجولد بتساوي حذف، بعدين تلاقي انه كمان حاليا الستيل رويند لساته بهذاك الشكل لانه عملنا له ماسك. نمسح الستيل، فيك تختار ماتيريال فابريك، هدول القماش ما بدنا نقرب عليهم حاليا. اذا جيت واخترت كتبت ستيل كمان على سبيل المثال ستيل ستيند، طبعا تحطه تحت لانه كل شي فوق منساوي له بلاك ماسك. بتلاحظ حاليا انه الشكل صار هيك. هلا بشكل سريع اذا رحت على التكست، مثلا التكست بدك ايميشن واللي هو الاضاءة، تيجي لهون. أو إذا رحت على الماتيريالز اخترت جولد على سبيل المثال، بتلاقي ما في ايميشن. والحل تروح لهون اعتقد هون كان بالضبط مارين، main shader pbr، هون تمام بالشانلز. نضغط على اشارة زائد، بعدين منضيف emissive، وبمجرد الضغط على emissive بتلاقي هون خيار emissive بيطلع لك. طبعا هون فيك تروح على emissive وتختار اللون اللي بدك اياه. على سبيل المثال بدي الاصفر على سبيل المثال. بتلاحظ انه صار في اشعاع بالسلاح تبعك. تمام، طبعا البينت والتكست خلصنا منهم. هلا بنروح على الميتال. بس بشكل سريع بدي اشوف اي قسم صاير الميتال. تمام هدول الميتال.
مثلا تروح على سمارت ماتيريالز وتختار ستيل رويند. نشوف كيف تلاحظ شكل السلاح صار هيك. مثلا ما بدك اياه. نروح على روبر، هذا مثل بلاستيك صاير. ستيل بينت ستيل. اذا جربنا هاد ستيل بينت بتلاحظ ما بدي هالشكل، او اذا جبت هاي وضغطت على الملف تروح على البيست بيس بينت، فيك تغير اللون. بتلاحظ انه شكل السلاح بصير هيك تقريبا. تمام هيك، بدك هيك على سبيل المثال او ما بدك هيك، ففيك تغير اللون على كيفك. فبالسمارت ماتيريالز فيك تغير بالاعدادات، يعني من الماتيريال الواحد بيطلع لك مليون ماتيريال. فهي قوة السبستانس بينتر. مثلا ما عجبك الماتيريال فيك تحذف الماتيريال. فابريك ايرون اولد، لا ليذر كروم، جرب الكروم. طبعا هذا الفوقاني ما بدنا اياه. لاحظ انه شكل السلاح صار هيك. بيس ميتال دوم، فيك تروح على البيس ميتال تغير اللون. طبعا هون ما في اللون. نحسب هاد، تروح على، طيب هلا نختار ماتيريالز، جوبلت بلور، نشوف كيف. لا طبعا هذا موجود مسبقا، بدنا نحذفه كمان. ستيل راف بنجرب كيف. حلو ما عجبه شي. تمام حاليا هيك. هلا بنروح على الاقسام الثانية، الايميشن، نشوف اي قسم الايميشن صاير. تمام هدول الايميشن. فبالايميشن فيك تختار على سبيل المثال الجولد، كمان جولد بور. فيك تختار هون الايميشن، كمان تروح على كمان الشانلز تختار الاميسيف، وبتلاقي هون الاميسيف طلع لك. تروح على خيار الاميسيف، هون اللون طبعا. تروح على الاصفر وبتغير الاميسيف على سبيل المثال. طبعا اذا ما بدك كل القطع وبدك اجزاء محددة من القطعة، فيك تدخل الماسك جنريتور، ال شو اسمه، ال بلاك ماسك، بعدين الجنريتور، بعدين تحدد الاقسام اللي بدك اياها. هلا حاليا نختار سمارت ماتيريال، بدي على سبيل المثال شي زجاجي بنجرب. كيف هيك صار؟ تون 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 تون. تقريبا هيك حاليا. هلا اختار بشكل تلقائي، وبعدين نحكي عن البرنامج بشكل تفصيلي بإذن الله. ستيل بينت بنجرب هلا حاليا. تلاحظ انه السلاح صار هيك. هلا بروح على الميليتري. بالميليتري طبعا هذا الميليتري، اذا تجيب هذا لهون بتلاحظ انه شكل السلاح بصير هيك. طبعا تدخل على الملف فيك تضغط هون، تلاحظ انه فيك تغير السكيل. مثلا بدك هيك على سبيل المثال. طبعا بعرف انه السلاح هلا صاير مو حلو، انا بس اشرح لكم كيف عم يشتغل السمارت ماتيريالز. فبالفيديو القادم رح نشوف كيف نشتغل بالسلاح بشكل اقوى، ومنشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم.